توجيههم بسحب عقار الباراسيتامول لاحتوائه على شوائب. كشفت مستندات تحصلت عليها الجريدة عن توجيه الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بولاية الخرطوم باسترجاع عقار الباراسيتامول معروف بدرب البنادول من بند الطوارئ من مستشفيات بحري محمد الأمين حامد، جعفر بن عوف، طه بعشر، الجدية، الخرطوم، إبراهيم مالك ومستشفى الذرة. وكشفت المستندات عن احتواء العقار على شوائب وترسبات بعدد 5 تشغيلات. ووجهت المستشفيات الأخرى بالاتصال بهيئة الإمدادات الطبية لمعرفة كيفية الاسترجاع. وانتقدت مصادر متخصصة تماطل الصندوق القومي للإمدادات الطبية في سحب العقار من الصيدليات واكتفائه بتعطيل بيعه من الصيدليات التابعة له فقط، رغم التوجيه الصادر بسحبه قبل أشهر. أستاذ عبد المجيد، يعني عقار يحتوي على شوائب، اعتراف رسمي أيضا من إدارات المستشفيات بذلك، ثم توجيه بسحبه من الإمدادات الطبية، ما تعليق خاصة أن كثيرين يشكون من غياب الضابط الطبي؟ لماذا المشكلة الطبية دائما ما يكون كبير؟ الأخير هو قضية قديمة، والما يحدث الآن هو نتاج طبيعي جدا جدا لغياب المعمل المركزي عن أداء دوره في الرقابة على الدواء الداخلي للسودان. كان منذ فترة طويلة جدا جدا الدواء تتعامل عبر المعمل المركزي، لا يتم إدخال أي دواء إلى السودان ولا يتم توزيع أي دواء إلى السودان قبل أن يتم استيفاء الشروط اللازمة للمعمل المركزي. وكان هناك تجرى بعض المعالجات لمعالجة مخزون الدواء في السودان. الآن نحن أمام واقع جديد، الدواء ممكن يأخذ طريقه إلى السوق، يأخذ طريقه إلى منافذ البيع دون أن تكون هناك رقابة. أيضا الحاجة الماسة للدواء وكسرت منافذ البيع نفسها والأيدي التي كانت تضبط قضية الدواء ارتخت قليلا بجملة أسباب متعددة. من بين هذه الأسباب حوجة الناس إلى الدواء واليوم إلى الشراء، رغم أننا أحيانا نكون على يقين وعلى قناعة بأننا نشتري دواء مضروب، دواء مهرب، دواء بصلاحيات أقل. هذه القضية تحتاج إلى رأي، يمكن طبعاً أمام هذه المشكلة. المعلومات التي لدي تقول أن السؤال ينبغي أن يسب إلى السؤال يحتاج إلى إجابة، ما هي الشركة التي قامت باستيراد هذا الدواء؟ هناك شركة عربية من دولة عربية معينة قامت باستيراد هذا الدواء عبر القنوات الرسمية ولديها وكيل معتمد في السودان. والمشكلة أن هذه الشركة لديها محل أخرى ليس فقط الباراسيتامول التي تم سحبه، فقد تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مساءلة هذه الشركة ومساءلة الذين وقفوا وراء هذه الشركة ومساءلة الجهات الفنية التي تسببت في توزيع هذا الدواء. تعلم تماماً فيه مشاكل فنية، هذا الدواء تم توزيعه في قوارب من الزجاج، هذا يعني أنه ليست هناك طريقة للتلاعب في العبوات نفسها، لكن المشكلة في التصنيع نفسه. لذلك التحقيق ينبغي أن يتجه باتجاه محاسبة الشركة التي استوردت هذا الدواء. وأيضا علينا أن نفتح الباب مجددا للعطاءات التي يتم بها استيراد هذا الدواء. هذا قبل تناقش رفض خضراء قبل يومين قضية هذا الدواء، تفتح الباب مجددا في قضية إحكام العطاءات التي تمنح للشركة التي تستورد الدواء. هذه الشركة التي استوردت هذا الدواء تحتاج إلى مساءلة، تحتاج إلى تحقيق، لأنها أيضا تقف وراء استيراد عدد كبير جدا جدا من محلات أخرى ليس بالسمن فقط. أنت سحبت، هناك أسئلة كثيرة جدا تحتاج إلى مراجعة. هل سيتم سحب المحاليل الأخرى التي استوردتها هذه الشركة التي تمثل أكثر من 50% من حاجة السوق المحلي؟ هذا هو السؤال. في حادثة شهيرة تم سحب هذا العقار قبل ذلك من المملكة العربية السعودية، ثم دخل إلى البلاد. هذا يفتح سؤال حول الرقابة. أستاذ عبد الماجد، أين دور الرقابة؟ كيف فلت هذا الدواء من المواصفات والمقاييس، وفلت من الهيئة الإمدادات الطبية وأيضا مجلس الصيدلة والسموم ووزارة الصحة والجمارك، كيف فلت من كل ذلك ودخل إلى السودان مع وجود حادثة سابقة في دولة قريبة؟ أنا أيضا أتساءل معك وأعود مرة أخرى الحديث الذي ذكرناه في الإجابة على السؤال، أن غياب المعمل المركزي حوجتنا إلى الدواء، تعدد المنافذ التي يدخل منها الدواء، وتعدد أيضا الجهاز الصلة بالرقابة الدوائية. ما لم يتم هناك تحديد الجهات ذات الصلة بالرقابة الدوائية ومنح كامل السلطات والتفويض للرقابة على الدواء، سنعيش في هذه الدوامة، دوامة أن استيراد دواء منتقص الصلاحية، نضطر إلى سحب الدواء لأن هناك مستفيدين أيضا من استيراد مثل هذه الأدوية، والمستفيدون هؤلاء أحيانا لا يهمهم ما الذي يمكن أن يحدث بعد توزيع الدواء. هذه قضية أخلاقية في المقام الأول تحتاج إلى مراجعة. إلى أين ستصل هذه القضية برأيك؟ هل ستتوقف؟ هل ستقوم الدولة بمتابعة وضع الدواء في السوق؟ أم أن الأمر سيستمر؟
هذا يتوقف على مكان وأهمية صحة الإنسان السوداني في أجندة الحكومة الحالية. وهذه شكوى عبر الهواء نرفعها لرئيس الوزراء نفسه. إذا كان التعامل مع هذا الدواء يتم بهذه السهولة ويتم بهذا التساهل، فنحتاج إلى حالة طوارئ في حقل الدواء حتى لا تكون حياة الإنسان السوداني أيضا عرضة للمزايدة في دواء ما يكون مستورد عبر شركات مضروبة أو مستورد عبر منافذ مهربة أو مستخدم بتساهل عادي من بعض الجهات التي لا يهم إلا الربح، وإن كان ذلك على حساب صحة الإنسان المسكين. نعم أستاذ عبد المجيد، أخيرا، كثيرا ما نسمع بمشاكل الدواء والمشاكل الصحية في السودان، كثيرا ما نسمع بها في وسائل الإعلام سواء كانت وسائل تقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن يغيب الدور البرلماني الذي يجب أن يطالب بحقوق المواطن. أين لجنة الصحة بالبرلمان الولائية وأين لجنة الصحة أيضا الاتحادية؟ لماذا لم تتحدث عن هذا الأمر وتناقشه داخل القبة البرلمانية؟ يا أخي، لجنة الصحة ممكن تكون لجنة أخيرة في قضية السياسات، قضية التشريع، وليست لديها القوة في الرقابة المباشرة. هي فقط أحيانا تتحدث وتوجه وتهتم بالسياسات العامة ومناقشة السياسات. أما العمل التنفيذي اليومي الذي تختص به أجهزة فنية ينبغي أن تراقب فيها، ينبغي أن تمنح لها الصلاحية الكاملة. المشكلة ليست في لجنة التشريع، لجنة الصحة في البرلمان، ولا جهة الرقابة نفسها. المشكلة في أن القوة الضاربة التي ينبغي أن تحاسب هؤلاء الذين يتاجرون في حياة الناس، يتاجرون في أدوية، ويعلمون تمام العلم أنهم يتعاملون مع قضايا حساسة لا تتحمل في أي نوع من المشاكل الفنية ولا حتى النقص في المواصفات. هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى مراقبة وإلى ضرب بيد من حديد. أن القضية لا تتعلق فقط باستثمار، إنما أنت تتحدث عن استثمار في حياة الناس. دواء يتم سحبه من السوق فقط لأنه يحتاج إلى في نوع من الخلل، وهم يعلمون أنه دواء مؤثر جدا، الدواء ومتعلق بالحميات في البلاد. وعندما ضربت الحميات مدينة كسا لم يكن أمامهم إلا استخدام هذا الدواء. فهذا تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى محاسبة، وتحتاج إلى بيان عاجل من وزير الصحة، لأن القضية لا تحتمل التحقيق.